اعطيكم مثال بسيط على ان زرعنا نبات بنيه حسنه مثل ما تفضلت قبل شوي. نجي النبات نبغى نزرعه عشان ديرتنا قحط وصحراء وشايفينها عيب، ونبغى نخليها خضراء زين. منطقي جدا وجميل الكلام، خليها خضراء. وش مزعلك يا زعلان؟ نبغى نخلي الديره خضراء. في مشكله؟ ما في، جبنا نبات يسمونه المسكين. تعرفون يا اخوان؟ الغاف. بروسوبس في الفلور. خطير. ها؟ خطير. السمر الامريكي. الغاف، الغاف كثير، في غاف خليجي وفي غاف عسيلي وفي، بس عشان نقول الغاف هم يسمونه بعضهم الغاف. في هنا موجود، شفته وانا جاي في الطريق. شجره جيبت للسعوديه بنيه حسنه عشان نشجر الديره وعشان نخليها خضراء. وندمنا عليها اشد الندم، ونعض اصابع الندم اليوم، وتزال بجهود خرافيه من الجهات المعنيه. القصيم تعاني الامرين من بريده وعنيزه، وفي ناس انا اعرفها شخصيا نقلت شدت من بيتها عشان هذا النبات. النبات معدل النمو عنده عالي وسريع جدا، بذره تحطها تصير شره في خلال سنه او سنه ونصف، ما تحتاج وقت طويل. الشره الصغيره بمتر ونص ارتفاعها تطرح من 3000 الى 5000 بذره. اذا كلتها الماشيه وبذورها حلوه طعمها حلو تطيح اسنانها، والشجره شوكيه تجرحها دايم، ومهدده للمياه الجوفيه وسامه للانسان والحيوان والبيئه، وتغزو غزو رهيب. شجره جيبت بنيه حسنه، كلنا جبناها وفرحانين فيها، تحمل حراره، تحمل عطش، تحمل جفاف، ما تبغاك تعتني بها، ما تبغاك ترويها، حطها وروح. لكنها ادرجتها المنظمات العالميه ضمن النباتات الغازيه، الغازيه ما يعطيها غاز، الغازيه عندها انتشار. انتشارها هذا يجي على حساب النباتات المحليه المتوطنه، لو تحرك سفلح مات. الله وانا صورت حالاتي بعيني، شفتهم صورهم وثقها عندي في وادي العين. مسكيت يكبر ويفرش، هو يفرش خيمي بهذا الشكل كبير، طب تحته فيه جذجاب، وتحته فيه شفلح، وتحته فيه من هنا تنوم، وفي عرار، ماتوا كلهم، انقطع عنهم النور. وهو ما ينمو واحده ولا اثنين، انتشاره باعداد ضخمه جدا، جذوره تصل لكم يا اخوان تحت توقعوا؟ كم؟ 100 متر. 4 ايش؟ متر؟ 100 متر. لا اكثر، 35 متر. من اكثر الابحاث اللي صدرت انها تصل ل 60 متر. 60 متر يا اخوان، جذور النبات هذا تصل ل 60 متر، يعني وش يصل؟ يصل المياه الجوفيه، يبغاك تسقيه ما يبغاك تسقيه، بس فكه بس. فكه وخليه بدون اي ضغط منك، وهو ينتشر في الديره بشكل خرافي، يقتل كل ما فيه، ومنافس قوي جدا وعنيد في البيئه. في وادي العقيده المبارك، اذا رجع اشتغل هذا من التعليق اوريكم. في كوبري يا اخوان عند مخطط السراني. اذا نزلت من عند الاشاره اللي عند المحطه اللي في محطه الجوف عند محطه الرياض، انزل معها شرق، يجيك مخطط السراني، بعدها يجيك كوبري تحت وادي العقيده. الكوبري هذا وقف عليه وانظر يسارك. انا صورتها عام 1939، ما هو يعني شطاره مني، لكن في طريقي للجامعه انا رايح جيت وشفتها لاحظتها. صورتها عام 39 هجري، وكانت صمت على مد العين، الوادي بطن الوادي نظيف كف كذا. عام 1940 لقيت فيه شتلات صغيره من هذا النبات، هذا النبات اللي احنا جبناه بنيه حسنه. لقيت شتلات صغيرات ارتفاع نص متر، بس بتبعدات متناثره، واحده هنا و400 متر، واحده متناثره بالشكل هذا. السنه هذه قبل اسبوعين صورته، الوادي مقفل لكتفين. كتفين الوادي مقفل، والشرى الواحده ارتفاع 4 الى 5 متر. منسوب جريان الوادي مع السلامه. المياه الجوفيه تحت هذه المنطقه شغال دينامو يسحب فيها 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، ما يوقف، مستمر. ومقفل، لا عاد تعدي منها لا سياره ولا حتى ماشيه ولا احد، لانه قفل كتفين الوادي. انا اعطيكم مثال على نبات احنا جبناها بنيه حسنه عشان نبغى نشجر الديره ونخليها خضراء. وش سوى فينا اليوم؟ وش صار؟ مثل ما تفضل اخوي رايد قبل شويه قال لي سلطنه عمان، سلطنه عمان يعني تصرخ باعلى ما لديها من صوت للاستغاثه من هذا النبات. جزر فرسان، الهيئه العامه للحرف الطبيعي في السعوديه مسويت لهم برامج خاصه عشان تحاول تقضي عليها. جزر فرسان امتلأت، السودان ذبحها، جنوب افريقيا وصل فيها بعدد ضخمه، المكسيك وصل يا اخوان قبل ما اجي هذه المحاضره، هذا اللقاء الطيب، وصل انتشاره، ركزوا معي يا اخوان، 1.8 مليون هكتار. اعيد الرقم،
1.8 مليون هكتار النبات هذا وصل فيه انتشر ولا عاد احد يقدر يسيطر عليه، خرج حتى عن سيطرة الآدميين، ما عاد فيه احد يقدر يسيطر. السعودية موزعة في اتفاقية التنوع الأحيائي موجودة في الإنترنت، لو رحت على الأطراف اللي موقعة على هذه الاتفاقية، حنا موقعين أن هذا النبات محرم وما نزرع، لكن جبناه بحسن نية، حبينا نخضر الديرة ولا اسم النبت العلمي بروسوفاس جيفلورا، واسمها الدارج المسكين، ويقولون له الغاف المسكية المسكيت، ويقولون له الغاف، ويقولون له هذيك السلطان، ويقولون له كمان الغاف لها السمر الامريكي، الغاف الخليجي، وفي غاف عسيلي، بس هذا يقولون له غاف برضه في نوع كويس. في هنا شفته، واذا ما شفتوه بينتشر في الديره ولا عاد تقدرون عليه بعد. بطيح شنو الحلقه المسكيت هو دكتور مزروع في عند الحرس الوطني اي، وعلى الشارع العام قبل رسمي، هذا كان اول دخول المدينه، لكن يطرح له 5000 بضرب تيجي السيل وتفرش الوادي كله، ما يلحق عليها الموسم الجاي. طيب هذا ايش باقي؟ لازم يزاف، لازم نزل أربعة شهادة رسمية وشهادة غير الغاف الخليجي. الغاف الخليجي كويس. حلو هذا. بين دبي، بين دبي وأبوظبي، إذا رحت خط تلقاه مزروع يمين يسار. الغاف الخليجي جميل، معقول إلى حد ما على قد، لكنه دخيل. الآن هذا يا إخوان نبات دخيل اللي تونا قلناه. في غيره دخيل دخل المدينة. هاي إخوان. في غيره نبات تعرفونه دخيل ما كان فيه في المدينة. البزروم يا رنور عليكم جميعا. المزروم اول ما جت كيف يزينها حلوه وتنمو بسرعه ويزينها. الان كل فينا واحد ايش يسوي بها؟ اقلاع، كسرت البيارات والكرامه، كسرت خزانات المويه، وكسرت والربو والحساسيه، والربو وغير الربو والحساسيه والمشاكل، حتى المسكين يسوي مشاكل كثيره في الربو، يسوي مشاكل كثيره. لكن هذه يا اخوان امثله بسيطه جدا لنباتات جميلة متحمل الحرارة والعطش وكل شيء والجفاف، لكننا حنا أسأنا بيئتنا يوم جبناها وزرعناها. لذلك في كلمتين يجب دراسة النبات جيدا قبل إدخاله لأي بيئة. عارفين كم يقولون علماء الأحياء والبيئة؟ يقولون لازم يدرس النبات لمدة 15 سنة قبل إدخاله، والبيئة اللي بتدخل فيها لازم أول شيء تنتظرها موسمين تشوف هل هي أصلا تحتاج تدخلك ولا تقولك تكفى بس كفني شر، ابعد عني لا تزرع فيني شيء وانا اموري زينه، الا انك لاحظت انه فيها تصحر، لاحظت انه فيها تدهور، الحلال اكلها وما بقى فيها شيء، او مثل ما تفضل الاخ قبل شوي قال كان فيه مناطق كان فيه نباتات عندنا ما هي فيه موجوده اليوم، هذه لازم نعرفها عشان نطلع من هذا اللقاء بشكل ايجابي صحيح على اسم البرنامج، لازم نعرفها زين، ويجب ان تعمل امانه القريه هنا على إعادة توطين هذه النباتات الأربعة والخمسة اللي بيقولها لنا بعد شوية، ضروري نسجلها منها، ضروري يا إخوان نسجلها منها حتى لو قبل نرفع فيها، لأن هذا إعادة توطين، إعادة توطين هذا نتج وتطرامه، لكن نحتاج نكون نحتاج نعرف شنو هي، وهل فيه فقط أشجار ولا بس أعشاب صغيرة. بوريكم الصورة حقت وادي العقيق اللي أقول لكم عليها قبل شوي. شفتوها؟ ما شاهدتها يوميها والنبات على الجهة الغربية كانت رايحة تشوف على يمينها. وانت رايح من العيون في محطة جديدة في خط جديد. الكوبري الأول وادي قناة من تحت، الكوبري الثاني وادي العيون. نعم. صحيح الله ينور عليك. ومن يسمع. هذه الصورة يا إخوان لو تلاحظوا اللي ورا عام 39 صمت كف ما في أي شيء. عام 40 صار عندي مجموعة شتات بارتفاع نصف متر. عام 41 صار عندي نمو كساء اخضر سد كتفين الوادي، ولا عاد تمشي فيه ماء بشكل جريان طبيعي ولا عاد في شيء، وهذا حيصير في يومان اذا استمر هذا الشجر وانتشر في الوادي، حيقفل كتفين الوادي، وبالتالي ايش يصير يا اخوان؟ اذا جاء السيل في كثافه نباتيه، وبعدين السيل يوم يجي جاي لحاله، لا معه قراطيش واكياس وخشب وكراتين، وهذه وين تصقع؟ في جذوع الشجر من تحت وتصير سد. الإنسان صرت أنت للسير وطفح يمين يسار غرقة المجال. الأمر يا إخوان والله جلل، لكن ممكن ما نقدر نتخيل البعد. مستشعرين من ناحية جمالية في الوادي الآن فقط، جميل جميل للعين لكن للبيئة لا، لأنه دخيل أصلا، هذا ما هو حقنا، وحنا موقعين مع المنظمات العالمية ما نزرع، لكن جلب بنية حسنة مثل ما قلت قبل شوي، تجلب بنوايا حسنة نقوم إيش؟ تجلب بنوايا حسنة فنندم عليها أشد
حتى لا